أروع صينية كفتة ممكن تعملوها في البيت. معجون طماطم 100 غرام، نص كوب ماء 1 كوب، 200 غرام ثوم مهروس نص راس 15 غرام، فلفل أسود نص معلقة صغيرة 3 غرام، فلفل حار نص معلقة صغيرة 5 غرام اختياري طبعا، ملح نص معلقة صغيرة 5 غرام، زيت 2 معلقة كبيرة، طماطم 1 كوب عدد 3 حبات، بصل نص بصلة، فلفل أخضر تحريك، مكونات سكب بالوعاء، 1 كيلو لحمة مفرومة، كمون نص معلقة صغيرة، فلفل أسود نص معلقة صغيرة، وملح نص معلقة صغيرة. عمل أصابع. نحمل فرن مسبقا، الحرارة من فوق ومن تحت في الرف الأوسط، تقريبا أخذ معي نص ساعة. هيك أصبحت جاهزة مرش البقدونس، ونقدمها مع الرز الأبيض. عندي تقريبا 1000 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مع السلامة.